بلاك تراينجل هو لما يكون في فراغات بين الأسنان, وهذه الفراغات المفروض تكون يعني فيلد بالبابيلا أو الجنجبة, لكن لسبب ما صار في ريسيشن أو صار في أبسنس أو بابيلا, فالفراغ يبين من بعيد كأنه لونه أسود. والبلاك تراينجل هي مشكلة يهتم فيها مجموعة كبيرة من الدنتست, فيهتم فيها البريدانتست والبروسيدانتست وأيضا الأرثودانتست, كلهم يعني يتشاركون في صنع التريتمنت بلان حق هذه المشكلة. شنو أشهر أسباب التراينجل؟ السبب الأول اللي هو البريدانتال ديزيز بشكل عام, اللي هو البلاك انديوس جينجيفايتس, وبعدين يصير عندنا بلاك انديوس بريدانتايتس أو كرونيك بريدانتايتس. يعني ممكن يكون بسبب بارافانكشنال هابيت يسويها المريض, مثل الفورسفول براشينج, أو ممكن يحط أي شيء بحلجه يعني عض أظافرة أو يحك أسنانه بأي شيء, هذا كله ممكن يسوي تروما حق الجنجبة. وأيضا بعض المرات شكل الأسنان في هذا المكان يكون هو السبب في حدوث البلاك تراينجل, خصوصا مع الناس اللي عندهم ثين جنجبل بايوتايب, الأسنان تكون شكلها شوية غير وغريب, تكون يعني على شكل تراينجل, والكونتاكت بوينت بتوين الأسنان تكون very high, فالجنجبة ما توصل وتسكر هذا السبيس هذا والإمبريجر, فيصير في عندنا تراينجل أو بلاك تراينجل. وايضا ممكن علاج التقويم يؤدي الى حدوث البلاك تراينجل اذا الدكتور ما سوى الاينمنت زين بشكل بالاسنان, فخلى الاسنان مايله, وهذا الميلان ما هو كافي, او الفراغ اللي ينتج عن الميلان ما هو كافي عشان الجنجبه تسكر هذا الفراغ. مثلا عندنا بالمكان هذا الاسنان شكلها صاير كانها مثلث بالشكل هذا, زين, وبعدين الكونتاكت بوينت فيري هاي, هذا المكان صعب ان الجنجفة تعبيه كله. ليش؟ لان عادة البون ليفل اللي هو يكون جايدد حق الانتربتنتال بابيلا يكون 2 مليمتر من السمنتو انامل جنكشن مال الادجيسنت تيث, فتقريبا البون بيكون بالمكان هذا واقف يعني. لما يكون المسافة بين الانتربتنتال بون وبين الكونتاكت بوينت اكثر من 5 مليمتر, فرصة ان المكان هذا يتملي يصير له فيلد بالانتردنتال بابيلا جدا قليل. الايدي لانه يكون 5 مليمتر اكثر او اقل, هذا الشيء يعرض المكان انه يصير فيه كومبرومايزيشن ويصير عندنا التراينجل هذا. وايضا دكتور التقويم اذا ما صف الاسنان بشكل جيد وخلى الكونتاكت بوينت عالية او خلى الاسنان تميل يعني بشكل كبير, الفراغ هذا ما راح يكون كافي ان الجنجفة يعني تسوي له فيل براحة, فيصير عندنا البلاك تراينجل. وأسباب ثانية ممكن أي بارافانكشنال هابت, فممكن واحد يفرش بشكل عنيف والجنجفة تكون هذه ثين بايوتايب, هذا الشيء يخلي الجنجفة تستجيب لأي يعني إيريتيشن بريسيشن, فيصير عندنا البلاك تراينجل. أو ممكن البيريدنتال ديزيز بشكل عام, البون اللي قلنا هني كان مكانه مثلا مثالي, صار في عندنا بون لوس فما في بون كافي يدعم البابيلا انها تغطي هذا المكان, فيصير عندنا البلاك تراينجل. شنو التريتمنت او المانجمنت حق البلاك تراينجل؟ اول شيء نشوف شنو كان سبب حدوث هذا البلاك تراينجل ونعالجه. فلو كان سبب التفريش العنيف فنعدل طريقه التفريش بالنسبه حق المريض. لو كان السبب بيريدنتال ديزيز فنحاول نسوي كنترول حق البيريدنتال ديزيز بالطرق اللي نعرفها, نان سيرجيكال بيري تريتمنت او سيرجيكال حسب الحاله, وما تحتاج. لو كان السبب ان الالاينمنت مال الاسنان ما هو بشكل جيد, هو ممكن الاورثو تريتمنت يسكر هذا الفراغات او يعدل من الالاينمنت مال الاسنان. لو كان السبب شكل الاسنان اللي مثل ما قلنا تراينجل شيب, فممكن ان احنا نسوي اما كومبوزيت بيلد اب حق هذا المكان, او ان احنا نحط فينيرز او كرونز في المكان هذا, وممكن حتى نحط بينك بورسلين عشان يكون شكل الجنجفة, ولكن هذا ما يكون وايد حلو, ممكن عدله بالبورسلين بشكل عام يعني.